بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هناخد درس مصر والقضيه الفلسطينيه في الدراسات في التاريخ. اولا تطور القضيه الفلسطينيه وفلسطين دوله عربيه. واحد بها المسجد الاقصى الى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. اثنين ولد فيها المسيح عيسى عليه السلام. ثلاثة أسري إليها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أربعة عاش بها المسلمون والمسيحيون وقليل من اليهود حتى قيام الحرب العالمية الأولى سنة 1914 إلى سنة 1918. وعد بلفور. وعد من لا يملك لمن لا يستحق. بعد احتلال انجلترا لمصر سنة 1882 سعت لتأييد فكرة وطن اليهود في فلسطين، فأصدرت وعد بلفور سنة 1917. نص وعد بلفور على تعهد بريطانيا ببذل مساعيها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. ترجع نشأة الكيان الصهيوني كحركة سياسية تنادي بوطن لليهود إلى عام 1896 إلى تيودور هيرتزل، وكانت العاصمة البريطانية لندن مركز الكيان الصهيوني في بادئ الأمر. الانتداب البريطاني على فلسطين من سنة 1920 إلى سنة 1948. الانتداب هو نظام وضعته عصبة الأمم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وهو شكل من أشكال الاستعمار، وبموجب هذا النظام يتم وضع الدول المنهزمة التابعة للدول المنهزمة ألمانيا أو تركيا تحت إدارة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى بهدف النهوض بها. قررت الدول المنتصرة في الحرب بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني في مؤتمر سان ريمو بإيطاليا في أبريل 1920، واتخذت عصبة الأمم قرارا بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني في مدينة جنيف بسويسرا. إجراءات حكومة الانتداب لتنفيذ وعد بلفور. واحد السماح لهجرة أعداد كبيرة من اليهود من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين. اثنين السماح بانتقال ملكية الأراضي من عرب فلسطين إلى اليهود عن طريق الشراء. موقف الشعب الفلسطيني من الإجراءات المتخذة ضده. واحد قام الشعب الفلسطيني فيما بين عامي 1920 و1939 بالعديد من الثورات، أخطرها انتفاضة 1929 وثورات 1939 و1936. اثنين قيام حركة حماس على يد الشيخ عز الدين القسام في نوفمبر 1935. ثلاثة ثورة 1936 بقيادة اللجنة العربية بقيادة مفتي القدس أمين الحسيني. تقسيم فلسطين عام 1947. رفضت الدول العربية مشروع تقسيم فلسطين عام 1947، وامتنعت بريطانيا عن التصويت وأعلنت أنها ستسحب قواتها وتنهي الانتداب على فلسطين. اضطرت العصابات اليهودية المسلحة العرب من ديارهم وارتكبت أبشع المذابح مثل مذبحة دير ياسين. وفي 15 مايو 1948 أعلن اليهود قيام دولة إسرائيل واعترفت بها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا حاليا سويسرا. ووافقت هيئة الأمم المتحدة على تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة إسرائيلية ومنطقة دولية ليها القدس. احنا درسنا كبير، فانا قسمت الدرس على 3 اجزاء. ده اول جزء منه، لسه بقيه الاجزاء اللي هي حرب 48 وحرب 67 والعدوان الثلاثي. ياريت من تشوفوا تشوفوه كده. خلصت الجزء ده، تكونوا فهمتوه. شكرا.